يا جدعان، صباح الفل. لسه ما زلنا كده بنظبط التشكيلة وبنتعود عليها وبنتعود على طريقة لعبها الجديدة. التشكيلة بتاعتي حلوة والله العظيم ورايقة، يعني أنا شايفها حلوة، مش معترض عليها إطلاقا، بل بالعكس يعني أنا مرتاح فيها فشخ، مرتاح فيها فشخ. تعالوا كده بس نفتح باكج، كان في باكج كده عايزين نفتحه ونخش بعديها نكمل لعب وروقان والدنيا حلوة بتاعتنا. يلا بينا، افتح لي بقى، هات لي بقى اي حد عالي او هات لي اي حد صغير، انا مش طمعان والله. انا الفترة دي مش عايز حد عالي عشان معيش ماسكران، عشان لو جالنا حد عالي هنتحصل. كرواتيا سي بي عالم ما اهله ما يعرفوش. فيدا 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 شبه الجبنة الفيدا. بص اوعى تعمل انسب سكرايب عشان خاطر الافيه اللي انا قلته ده، انت مش انسب سكرايب. نلعب كده وهنلعب وننسى الافيه اللي انا قلته، الفيدا والجبنه الفيدا خلاص معلش انا اسف، انا اسف والله والله بصور لك في الحر، فمعلش مستوى الافيهات بتاعي بينزل عشان حالتي الماديه في النازل وفي الضياع، معلش استحملنا حبيب اخوك، احنا اخوات احنا اخوات، انت مش انسب سكرايب. ماشي. اللي انا داخل ضده، اللي انا داخل ضده، داخل فرناندو توريس وفودين ورودري وبالك ومالديني وفان دايك. ماشي ماشي، يلا يلا بقى، احنا بنلعب باتنين سي دي امات. الله اشهد يا فيرا، بص والله نفس البرشام اللي بيتعطوه قبل كل مباراة يبطل. حلو حلو اهي يا ابن اللذينة يا هالاند. وبعدين طيب انا هفضل اهرش كتير كده والله، هرشت الحمد لله الحمد لله. الملين وسرعة الملين، الملين سريع اوي على فكرة، سريع، محدش يدي سبرنت كده والله، ما حد يدي سبرنت كده. طب يا فان دايك هو هيفضل يجري ورايا؟ تعرفك بضين يا فيرا، تعرفك بضين، اقسم بالله اقسم بربي. عارف ان انا ما كنتش عايز اديله الكرة عشان هو بضين، هياخد الكرة هيقع ويتقلب وقصة، يعمل لنا حوار. طب كويس، بضين يا فيرا، انت بضين يا فيرا، انا قصدي بوصل التاني، انت بصيت للخربان للعطلان. يا ظاهرة انت جامد فشخة ظاهرة، بس دخل عليك تلاتة والله، فعادي مسامحك. يلا بينا. طب ايه، طب مش عارفين نقطع الكرة؟ بنقطع الكرة وبترجع له، ماشي مفيش مشاكل والله. لو كان جاب هدف ما كنت هزعل. الحمد لله الحمد لله، تشكيلة السي دي ام دي شغالة شغالة، مش احسن حاجة بس شغالة، لسه ما تعودتش عليها. بس لو تاخدوا بالكم مستوانا في الدفاع اتحسن بيها بصراحة. يلا لو بدأت اتعود على السكند ديفندر ان شاء الله نظبط الدنيا اكتر، نتعلم مهارات اكتر. لسه ريبري لحد دلوقتي ما اتطورش، هنطوره اكتر طبعا. مش عارف بقى ازاي بجد دخل بالشكل ده وخدها منه، بس ماشي. مش هتكلم والله، بلاك اللي هو المفروض بيرجع ورا. بص يا جدعان ازاي دخل خد الكورة وصدها، حرام اقسم بالله العلي العظيم يا جدعان. تفو على دي لعبة يا اخي، تفو يا اخي عليك، تفو يا بلاك، تفو والله العظيم، تفو 100 مرة قرف. قعدوا يقولوا لي سي ام خارق، سي ام خارق، سي ام زي الزفت.
تقيل وحاجة زبالة. متضايق فشخ والله العظيم، متضايق فشخ. يلعب يا عم. خش عليه، خش عليه، اديله فاول. صح، برافو برافو يا حكم، برافو بجد. لا والله يجيبها ورا. طيب اعمل ايه؟ طيب بس خش هاتها، برافو. عاش. لا ما بتعرفش بتجري فين ولا بتعمل ايه ولا بتنيل ايه على دماغ ابوها. لا العظيم يا اخي، حرام اقسم بالله. ايوه ايه اللي حصل؟ بص 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 بص، الدفاع، الدفاع تموي، دخلوا في بعض كده. ايه ده؟ سايد دي اوف سايد. اه ما بيبصوش يا جدعان. بس عاش، احنا رجال الدقائق الأخيرة برضه، احنا جامدين فشخ برضه. انا مش هسيب المباراة تخلص كده. عاش، الحمد لله على طول. راح تحاول بيه وحطيتها، اصلا انا كنت شط على طول كان صدها، كان لازم احوت كده واديها ار 2. عاش ظاهرة والله، عاش ظاهرة. عاش عاش، جمدان جمدان. غوري بقى، ده انت دبانة زبالة. غوري بقى، غوري في الجمدان منه والله. ماشي، تعادل تعادل، بس بطعم الفوز ده على فكرة. ده تعادل بس بطعم الفوز. تعالوا نغير اللبس بس كده عشان اللبس ده شكله نجس. تعالوا نلبس لبس تاني. غرفة تغيير الملابس؟ لا مش دي، احنا عايزين نغير الفريق اصلا. نلعب بلبس برشلونة. يلا نلعب برضو بالتشكيلة دي يا جدعان. يلا يا عم، يلا يلا نلعب بيها وامرنا لله. مع اني بفكر يعني ابيع فيها ناس، بفكر ابيع فيها ناس والله. يعني بفكر، فكر ابيع بالك وملن ملن ملن، فكر ابيع بالك وملن واجيب اتنين تاني مكانهم. بس بصراحة ربنا مش هلاقي في اوفراتهم تاني ولا افتقدهم تاني. حمص حمص. بس ممكن نبص بس على صعب كده كده، مال ان هيغلي يعني. وبالك حلو، حلو ان هو بيلعب سي دي ام، هينفعني في التشكيله. ايه ده، هاكر ده ولا ايه ده؟ بيلعب في اتنين عنده، ما في اتنين عندك يا عم حمص. بايظين انت هاكر؟ لو هاكر قول لي. هاكر صح، بس اللي معاه اتنين في التشكيله يعني، حاطط اتنين تاني مكانهم ولا ايه؟ ما تفهمش. يا ولد يا ولد. طب ايه ده، حكم يا حكم، في لعيب عندي اتكفى على وشه يعني من الحارس. اه انت قشطة ماشي. طب مش تقول، مش تقول ان انت قشطة. كوندي ايه اللي طلعك هنا يا صاحبي؟ كوندي كوندي كوندي، انت بتلعب سي ام ولا ايه؟ كوندي كنت متقدم تقدم خطير. يلا اوف، كان هيشمعها مالين يا جدعان. هذا غير تقريبا، كان بيعمل مهمة ولا حاجة. تقول كده عم حمص، اخو الحمص. طب العب اخو الحمص.
ايه ده اخوها حمص؟ ماشي. يا اخو حمص انا عملت ايه؟ طيب بسرعة يا اخي. ماشي، مرتد علينا زي الفل. تعبت لما كلها بتبقى دفاعية كده، بتبقى حاجة وحشة. يلا يلا يا هالاند يا جامد، هداف والله العظيم، هداف والله العظيم يا جدعان، كارت جامد فشخ. شكلي هطلع ابيع علن ومالن وبلك، اشتري حد تاني مكانهم. والله العظيم هداف، اقسم بالله هداف هداف. عاش. بيني وبينكم فكرة ان في ار دبليو اوفر 134 رانك، مال حلو، بس انا ببيعه عشان اجيب سي ام حلو احسن. اه انت بتلعب جريتشات سنترة يا حبيب اخوك، منور منور يا قلب اخوك. انا ممكن اقضيها فاهم قبضة البابا يعني، انت فاهم يعني، انت راجل دريان وفاهم. تعالى تعالى الحمد لله، عديت الخط قبل ايه ما الكرة تطير مني كده، دليل ان انا ما بضيعش وقت. بس الحقيقة ان انا ايه، بعمل قبضة بابا، انا ما بضيعش وقت، انا بعلمه الادب. في فرق يا فيفا، في فرق يا فيفا بين ان انا بعلمه الادب، في فرق بين ان انا بضيع وقت. انا كده بعلمه الادب، كده هو اللي هيعلمني الادب. استر. ايوه عاش ياض يا هالاند، احبك احبك. انت يا اسطى مش عملت جريتش سنترة وعايز تجيب هدف ببلاش؟ خلاص بيتحكم عليك بان المباراة بتاعتك خلاص بالشفا، خلاص بقى ضيع طاقتك كلها معايا، ضيع طاقتك كلها معايا. عادي عادي، ولا يهمني، ولا حاسس بأي إحساس بالذنب، بل بالعكس أنا مبسوط ومتكيف وعارف إن أنت متغاظ ومولع، وأكبر ده إن أنت مولع إن أنا جبت فيك هدف وعايز تجيب ريش السنترة. أستر. يلا يلا، بس ده ما ينكرش ان هالاند هداف. يلا لازم لازم، اصل العيال دي قبضة بابا، لازم 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 قبضة بابا. استنى كده وريني كده، استنى انا ابعت لك بس البتاع ده، اشوفك تبعت ايه اصلا. تبعت حاجة يا اسطى؟ اصل انا مزعلك يا اسطى، تعمل ليه جليتش سنترة يا مقرف؟ تعمل ليه؟ تعمل ايه عادي، انت مش في، مش بت مش اللعبة مسامحالك تعمل جليتش سنترة، وسامحالي اعمل اللي انا عامله ده برضه، وعادي زعلتك او خدت الحاجات. يلا نغير اللبس يا جدعان، ونغير اللبس، بلاش لبس برشلونة، ممكن نلبس لبس مين؟ نلبس لبس مين اتلتيكو مدريد. يلا حلو، لبس اتلتيكو مدريد، نلعب بنفس التشكيلة. ماشي، انا عايز اشوف الواد بلان بكام يا جدعان. بلان بلك بلك ب 146 مليون، انا ممكن ابيعه واجيب حد تاني احسن. هالاند اخليه زي ما هو، مستحيل ابيعه، وده ب 300 مليون، انا شاريه ب 300 مليون اصلا. يعني انت، انا شاريك ب 300 مليون ومش هبيعك برضو. انا لو بعتك ابيع بلك، بلك هو اللي مش مرتاح له قوي يا جدعان، حاسه خرب، حاسه خرب بجد. تعالوا نشوف كده مراكز في السي ام، عايزين حد في السي ام حلو. وريني يا برونو سرعتك 90. طب والله يا برونو انت عندك حاجات كتير حلوة،
والله شكلك خفيف وشكلك هتنفع يا اسطى، ونحطك الناحية التانية. استنى برونو. طيب ب 168، طب وفين بالك؟ احنا ممكن نبيع بالك يا جدعان ونجيبه. خلاص انا الفيديو الجاي هبيع لكم بالك يا جدعان، ونجيب برونو. نجيب برونو. برونو هيبقى وحش برضو يعني، ما تفتكروش ان انا اقول لكم هيبقى جامد يعني، هيبقى وحش برضو، بس بنلعب اهو، بنلعب وخلاص. نلعب نحاول نبدل لعيبه، نغير لعيبه. غيرنا صلاح وغيرنا دجلش وغيرنا خولد وغيرنا كل الناس. ندمانين دلوقتي، قاعدين ندمانين اهو، قاعدين ندمانين ونعيط على التشكيله، كلنا بنعيط. سعد انا مبسوط والله، انا مبسوط والله. اوعى تكون فاكر انا زعلان ان انا غيرت تشكيلتي، لا وندمان في التشكيله، لا والله تشكيلتي حلوه، بس هي فضل الله بس ريبري يتظبط. معلش خط النص اللي هو بلان ده، بالك ده مش مرتاح له، عمال اقول بلان وهو بالك، فمحدش يعدل عليا في الكومنتات، انتوا فاهمين انا بتكلم عن مين. خد يا اسطى اللايك. حلو والله لبس اتلتيكو مدريد على الملعب ده، فبفكروني نغير الملعب ده ونلعب بيه يعني. حلو، استنوا كده نجيب المروحة على البتاع ده شوية اهو. يلا الفيرا، يلا. ايه الريبري؟ ايه الظاهرة؟ رونالدو يخش فيرا يقطع الكورة. عاش ياض يا بيبي، يا احبك بحبك. بيبي بدأ يظهر في التشكيلة دي يا جدعان. اهي حلو، عملت اللي عليك بصراحة، تحركت تحرك صح، بس هو بيتحرك بالاتنين مرة واحدة. عملت اللي عليكوا يا رجالة والله. عاش، كل الرجال عملت اللي عليها بأمانة. كوندي جامد فشخ، كوندي من أمتع الأظهرة اللي أنا لعبت بيها والله العظيم، قسما بالله ما قصدي أعمل كده، أقسم بالله ده أنا داس على زرار السرعة رحت لقيته عامل كده لوحده. الواد عليه شوية تحركات وعليه اتنين سرعة فشخ. اطلع يخرب بيتك يا بلك. اقسم بالله اقسم بالله كوندي سندال فشخ، كوندي جامد فشخ يا جدعان والله، كوندي جامد فشخ. بس التشكيلة اللي فيها 2 سي دي ام دي مش حاببها قوي بصراحة. فيها سي ام احلى. مالين حاسه مش خفيف خالص، حاسه بضن فشخ. لا 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 انا غلطت. عاش عاش يا مجني انا والله، عاش تطلعت حارس والله، وترته. بس هيجيب دي اكيد، هيجيبها هيجيبها هيجيبها. اللعبة قالت خسارة كل الحاجات اللي هو ضيعها دي، ف يجيب دي بقى. بس عاش اقسم بالله مجنيا والله. بس انت عملت اللي عليك يا اسطى، انا مش زعلان، انا مش زعلان، انا فل الفل. ممكن تلاقون الفيديو اللي جاي بايع مالن و وبايع بالك ومظبطين تشكيلة تانية. يبضاني، استغفر الله الذي لا قيمة واتوب اليه. يبضاني اللعب ده، يبضاني انت بتفتح له. ماشي اديها المالن، عايز العب بيك يا مالن، عايز اشوف اداء، عايز اشوف اداء والله، مش عايز ابيعك يا اسطى. يلا هيشوف اداء، ولا اي اداء ولا اي اداء خالص. 30 رانك ومش حاسه 30 رانك، ده لو صلاح كان فشخ الدنيا يا جدعان. كرويف صعب، كرويف صعب.
كريف صعب صعب. بص يا ملم، بصراحة ربنا لو الفيديو ده خلص وانت ما قدتش هبيعك مع بالك بصراحة، واجيب اتنين تاني غيركم حتى لو كان اقل فول اوفر هجيبهم. الظاهرة ظاهرة للأمانة، يعني انا الاتنين مهاجمين بتوعي دول مرتاح فيهم. الظاهرة ظاهرة للأمانة. بص بيخش ازاي، ظاهرة ظاهرة عليه شوية حاجات حلوة. تاخد المباراة يا اسطى، تاخد المباراة توتا. ماشي يا توتا، اكيد الكرة بترجع للواد ليه كده. هو ده هالاند بيقع يا جدعان في الأرض. أنا عرفت ليه الناس مش شارية ملن، عرفت ليه سعره رخيص، عشان وحش فشخ. طير طير يا رب تبقى فيها. أنا معرفش ايه اللي حصل، بس حسيت اللعبة وقفت لوحدها والله، والله العظيم قسما بالله، قسما بالله اللعبة وقفت لوحدها، قسما بالله اللعبة وقفت لوحدها. وحياة ربنا، وحياة وعز كتاب الله، تاني اللعبة وقفت لوحدها مرة واحدة كده. لقيت لك هالاند واقف لوحده، مش عارف ليه. ماشي اكيد مش هعمل حركة زي دي يعني، اكيد اكيد يا جدعان اكيد. اه مالين يا مالين، انت بضل موت يا اسطى. هنجربك اخر مباراة بصراحة، واقول ان التشكيله دي يا عم اللي فيها 2 سي دي امات وحشه بسبب السي دي امات نفسهم، خطوط النص. اجربك فبشكل عام بالله عليك تغزلنيش، والله ما عايز ابيعك، انا كهادي مش عايز ابيعك، فما تضطرنيش ابيعك. وما تقوليش يا عم اعتبرني اضطريتك، عشان انت شكلك معفن اصلا يا مالن، وشكلي هبيعك واجيب ديمبلي او اجيب اي حد كده طلقه طياره يكون احسن بكتير ويكون اخف ويكون سريع. انا بعمل بيك المهاره يا مالن بتقعد 6 ساعات عشان تعملها، فعش كده. ده انا صلاح كان طياره يا جدعان، صلاح كان طياره، ده سرعه على الفاضي والله العظيم. هو سريع بس مش خفيف في حد ذاته. شكله هبيع مالن وابيع بالك، ونشوف حد تاني غيرهم، شوف حد تاني غيرهم الاتنين دول. كرويف وسط، يا لهوي ايه اللي انا داخل ده يا جدعان، اللي انا داخل ضده ده يا جدعان. وازاي الكرة بتاعت هالاند الأخيرة دي ضاعت؟ مش عايز افتكرها والله، مش عايز افتكرها. مالين يلا، اوف حلوة يا مالين، حلوة يا مالين. انا بجد مش عايز ابيعك بجد، انت سعرك حلو. لا ده ديناروما بقى، ده تحدي مع ديناروما ده، مش ولا مين كله هيفشل فيه. لا يا جدعان ازاي ما دخلش عليه، ايه الخرا ده؟ بص يا جدعان المدافع بتاعي والله العظيم ازاي ما دخلش عليه. عشرة عشرة يا هالاند. مالين حلو، عشرة مالين والله، حطها حلو. بس انا هو بالك مش عاجبني بصراحة خالص. لو مالك عاجبني شوية في البدن بتاعه كده، انا مش عارف ليه الدفاع بيطلع كده بجد، مش عارف ليه. انا بغير على مدافع بلاقيه طلع كده بيفتح له. يا جدعان ايه القرف ده، هو على امك لعبة وسخة، ايه القرف ده.
يا عم غور في داهية يا عم، بياخد الكرة في 6 سنين وهو طيار عشان معاه لعيبة ضعيفة. بص يا جدعان ايه ده، ايه القرف ده؟ هبص الكرة بتتقطع ازاي؟ ايه التقل ده؟ ايه البضان ده؟ ايه البضان ده؟ انا حاسس ان انا مبضون والله، حاسس ان انا مخصي في ايه؟ قرف والله العظيم، قرف بجد، خرب بيت امك. ده بيلفوا بروتة يا جدعان عشان يباصوا، بيقطعوا الكرة يا ابني خش اقطع امها، ده انت مقرف، يلعن ابو شكلك يا اخي، تفوق على ده تاتش، يلعن ابوكي لعبة، لابو اللي عملك، افتح له يا ابن الشر، افتح له. مش عارف طبش ليه ده، طبش ده ليه يا اسطى؟ انا ما قلتلكش طبش. بص الكرة تتبصال يا جدعان، ترجع له تاني، مش عارف اللي بيحصل. يا دي القرف، انتوا بتعملوا ايه في بعض؟ ايه ده؟ عشا هالاند، هالاند والظاهرة شغالين، مالين وبالك الاتنين مش شغالين يا جدعان، وريبري تلاتة عطلانين معاه في التشكيلة، صعب، لازم اغير مالين، لازم، مالين مش خفيف، مش خفيف ومش مهاري خالص، دي حاجة مضايقاني موت. افتكروا 104، افتكروا تنين، افتكروا زي مالين اللي احنا كنا بنلعب بيه. بص الكرة بترجع للواد بشكل غريب أوي يا جدعان والله، الكرة بترجع للواد بشكل غريب أوي والله. بص هو الواد ده، طب هو يعني ايه طيب؟ ما حتى تشكيلته بضان اصلا، تشكيلته كلها لعيبة قديمة أساسا، أوفراتها قليلة بس 30 رانك، أنا مش فاهم إزاي كانت بالقوة دي، مش فاهم إزاي خد 10,000 بجد، يعني حرام والله. هجرب نلعب مباراة تانية أخيرة بمالن ونقفل على والله العظيم مالن لو مات، أنا هقول إن المباراة اللي فاتت دي كانت سكريبت، بس أقسم بالله لو ما لعب كويس بجد، أقسم بالله الحلقة الجاية هكون بايع مالن وهكون بايع بالك كده، أنا كده هبيعه واجيبه اي حد حتى صغير بس يكون خفيف، بس اقسم بالله لو ما اشتغل لا هبيعه، بس مش اتخنقت، انا اتخنقت وجددت بجد، مالي لو ما اشتغلش هيتباع، عشان انا مش جايبك 104 على الفاضي عشان اتبضن، انا مش جايبك 104 عشان اتبضن بجد، مش طالبه يا العمليه بضان، مبضون لوحدي. يلا العب وانا هحاول العب عليك المباراة دي عشان ما بقاش ظلمتك، وبجد اي حد هيكلمني عليك يا مالن والله. ايه ده؟ طيب ده هاكر، ده هاكر ولا ايه؟ هاكر صح. سلام وزي رجالة، الحلقة الجاية هنكون بايعين مالن و هنبيع مالن ونبيع التاني اسمه ده الخرا التاني. يلا يا جدعان سلاموس، عشان كده كده ده هاك، لعبة وسخة، لعبة وسخة من كل حاجة، لعبة قذرة، لعبة زبالة، لعبة حقيرة، لعبة بتستنكل، سلاموس.